هو مسلسل مريم كان ليه ظرف خاص ان هو انا ابتديت متأخر جدا، يعني انا مضيت عقد هذا المسلسل في شهر يناير 2015، وده كان بسبب ان انا كنت في الاول خالص اتفقت ان انا هعمل مسلسل لغادة عبد الرازق، وقعدت حوالي 3 شهور بكتب فيه، وبعدين فوجئت بانها عايزة تعمل مسلسل في اطار شعبي، او يعني مش عايزة تعمل الاي كلاس اللي انا بكتبه، وعايزة تأجل ده. فانا رفضت فكرة التأجيل ومشيت، وبعدين ابتديت اعمل المشروع بتاع هيفا ده من يناير 2015. فكان طبيعي جدا التأخر اللي حصل ده، لانه يأثر على ان ببقى بلاحق بكتب على الهواء. فده كان الظرف العام بتاع مسلسل مريم، بس ما فيش اكتر من كده. فكرة النهاية احنا كنا متأخرين جدا، وصلنا على الهواء، وصلنا كان لازم يحصل تنازلات من كل الاطراف، فتعمل كده. بس الحمد لله لقى، يعني الحمد لله انا متصور ان هو لقى نجاح كويس الحمد لله. يعني كده المسلسل مريم مسلسل مختلف عن نفس المسلسل اللي كنت بتعمله لغادة عبد الرازق. لمين؟ لغادة عبد الرازق؟ لا بص، هو نفس التيمة، بس انا غيرت لما جت هيفا، لان هيفا مختلف عن غادة، فكان لازم يتغير حاجات كتير، فغيرت حاجات كتير فيه. بس طبعا سؤال، يعني هل صحيح المقال ان ده كان ما يشبه الانتقام من غادة عبد الرازق، ان حضرتك انفصلت عن التعامل معاها، سابت لك بعد بدايه العمل، فسبت مسلسل تروح لغايه هيفا، اللي هي يعني وجهه لنا. لا خالص، انا ما ببصش البص ده خالص نهائي، ما عنديش نظره ان بينتقم مين بينتقم من مين ومين ما بينتقمش من مين. انا هيفا كانت في البدايه خالص، الحقيقه ان هيفا من رمضان اللي فات، من رمضان 2014 كانت اتكلمت، كانت بتعمل كلام على ورق، وكنت في المونتاج بتاع كلام على ورق، قابلتها تمام وتعرفت بيها، وهي طلبت مني ان انا اكتب لها مسلسل، وقعدنا مع بعض على الموضوع، وفعلا كتبت التريتمنت بتاع مريم لها. وبعدين هي سافرت رحله لامريكا، واختفت في امريكا، اختفت شويه كبار، وتليفونها بقى مغلق. فانا تخيلت ان خلاص هي صرفت نظر عن الدخول الى الدراما، او مش هتعمل دراما. في نفس الوقت كانت غادة عبد الرازق بتكلمني، فرحت لها واشتغلت معاها. وبعدين بعد لما حصلت المشكله اللي مع غاده دي، ان هي حبت تعمل شعبي وحبت تغير الموضوع، كانت هيفا ظهرت، فرجعت الى صاحبه الموضوع الاصلي، يعني رجعت للحقيقه، يعني كل حاجه رجعت تاني لاصلها. بس وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد العوادي، www.washwasha.org.